ننتقل لأخبار الفرق العالمية، ولفت أعضاء فريق بوي باند الأنظار ليه بعد ظهورهم في حلقة من حلقات مسلسل لهفة، واللي تعرض في شهر رمضان اللي فات، وقدموا أغنية منظرة مع دنيا سمير غانم. أسفة، هي مش أخبار عالمية، وعلي ربيع. الفريق ظهر في الحلقة بوصفه واحد من أفضل الفرق الغنائية المصرية والحقيقية، إن الفريق هو الأعلى كمان من حيث نسب المشاهدة على اليوتيوب. كمان الجديد ان الفريق ده تعاقد مع موقع يوتيوب علشان يتم طرح أغنية كل شهر وتكون حصرية، وبكده يكون اول فريق غنائي مصري وعربي بياخد بقى اول خطوة للعالمية. الفيلم بيتكون من 3 شباب، هم محمد فؤاد ومحمد جمال وهشام جمال، وأعمارهم لا تتجاوز 20 سنة كلهم، يعني كلهم لسه صغيرين. نتمنى لهم يا رب التوفيق والنجاح بإذن الله.